আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা আজকে সূরাতুল বাকারার 69 নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আমরা শব্দে শব্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ শিখব, তারপরে সম্পূর্ণ রিডিং শিখব। তো চলুন আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রিডিং পড়ব।
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.